بسم الله الرحمن الرحيم. قدومية قدومية كحجينك قلع شعبك حبناها قرلمان قلع شعبك معلوم ونكسن اللي بعنا ده صحي بغي وانكتر سنان جري وانولينا صحي بغي نهي وحالي دوكو سلام يا مكوو رئيسة سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب حمد رانو ما انت قولها شعبك وحان إيه قلنا سوجيرين قدي ليرا دو قدي قا ديبو يغيستا يهرقلين تا دستورك ودستوري ومهيمو لما يستيرك دستورك عيان ما انت رباينا إذا هركينا إذا كنا سوى قاري وراق إن كان قتمت نتقانا حفيزك رئيس الوزارة مرد بيش السدحات السنة كان مدن ايال يمرويين وحشرف ايه وفرحات ايه إن المانتا قولها شرفت له إن إذا هركينا قد يجاس وقفوا من شان حبنات شان تاس حبنات ورمتي سوى بوحيي شروريه لغبا هنا هدايا هان لهيد خبرات دا هدايا هان لهيد أقوانتا هدايا هان لهيد فرعوني دا إيا كارتي دا إنتا بشروريه سوى بوحيي كنا تلماما قدبك دستوري جاه بغولي صدنا عفرات تلماما يا بالسدة قد جمال حبنان دبو إيجستا يهرقلين الدستور كا اللي بعنا بشرفت له ولها شعب كا قدوان كا ما انت وحان مرتين كا قلنا هاي قد جاس ورنتي مهيم وعشا قلاص دستوري جاه ودوقتهين دل كاني إنو مدو كنتي وصو دحتاقنا لما يستركي سايا قبية تلك الدستور كا هنا ما انت قد جاس نوع انسحسان سي شقوين كمهم كاه هوريا لا هورتين تنوله وقتو وما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير كاه يا رو معتني هاي هلمان هذا التمجرو وحنو هيستي مقعية وعين لقيبيي قدناها قد دقاء يا مقعية دوده halka aan kaga muuqdo qof walba magaciisa sheeg gudi ka tirsan gacanta taago si uu goluhu u garto waxa ugu horeeya maxamed xasan idris oo golaha shacab ka tirsanaan jiray oo saaxiibkeen ahaa oo maxamed gali loo yaqaano labo axmed maxamuud jaamac oo nin aqoonyahan ah oo runtii lagu qaatay sifadiisa aqooneed iyo khibradeed محمد عبد الله صالح واتقانا له قدي كتر سنان جري وحبنتي كليه قدي كسو لابطي محمد عبد الله صالح ولو غم مارن وايي اسغنا الى نو باقي يري ان اخر فرحيا مؤمن علي ان وغبده كليه قدي كجرت كجرت ان رنتينا فرفير عولديدا يو حبين نمدي دي قولها شعب كآد لو غبر يمي هذا اللي تبيه وضم بين برهان آدم عمر ورمتي خبير كي مركو رانا كتر سنان جري قد دي لصعب كدستور كتر سنان جري بحرلمانك هذا انا انو غم بار موين انا قد دي ماركتي مرح بنان انا كسو بيرنو مركو قد دي غاس ورمتي شروطها لما يسترتي كنا فلان شغالة سقلان كرا ayaan waxaan idinka codsanaynaa soo jeedinta magacaabista idinkaga timid xafiiska ra-iisul wasaaraha inaad noo ansixisaan si howlaha dastuuriga ah iyo shaqooyinka u dhiman ugu dhammaystirto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasiirka aad u mahadsan yahay xildhibaanada sharafta leh maanta waad ogtihiin